معي عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. مساء الخير، أهلا بك معنا إبراهيم. هل ممكن أن نقف على تفاصيل ما حدث وحصيلة القتلى إذا كانت هذه نهائية أو هناك أي جديد؟ وضع الجرحى لو سمحت. نعم، مساء الخير لكم جميع المشاهدين. ما حدث البارحة أو مساء الأمس في منطقة عايد، كان هناك طائرة روسية قد انطلقت من قاعة تحميهم العسكرية في الساحل السوري. هذه الطائرة اتجهت باتجاه ريف إدلب الجنوبي، قامت باستهداف مشفى عابدين بصاروخين فراغيين ارتجاجيين أديا بشكل مباشر إلى تدمير المشفى وإغلاق بوابته الرئيسية. لمن لا يعلم أن المشفى، أن موقع المشفى يقع في إحدى الجبال في الريف الجنوبي، وهو عبارة عن كهف تحت الأرض، أي أن القصف كان متعمد على هذا المشفى، خصوصا أن الصواريخ الارتجاجية الفراغية التي اخترقت ما يقارب 6 أمتار في الصخر ثم انفجرت في داخل الجبل ادى الى خروج المشفى عن الخدمه بشكل كامل واغلاق البوابه الرئيسيه. حاولت فرق الدفاع المدني ومنظومه الاسعاف السريع فتح البوابه، تمكنت من فتح البوابه، ولكن كان هناك قتلى من ضمن الكادر الطبي. لدينا 3 قتلى من الكادر الطبي و4 مدنيين، لتصل الحصيله الى 7 قتلى في هذه الغاره، اضافه الى وجود عدد من المصابين المدنيين ومرافقيهم كانوا داخل هذا المشفى وايضا الكادر الطبي. هذا المشفى هو المشفى الكل من المدنيين إبراهيم، ما الذي يقع على الأقل بجانب هذه المستشفى لمن يتساءل لماذا هذا الاستهداف من جديد استهداف مستشفى؟ نعم، الطيران الروسي أو السلاح الجوي الروسي أصبح متخصص بتدمير النقاط الطبية والبنية التحتية والحيوية في المناطق المحررة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف نقطة طبية من قبل سلاح الجو الروسي، كان هناك استهداف بمشفى كفر زيتا ومقتل مدير المشفى، إضافة إلى ذلك استهداف مشفى مدينة معرض النعمان واستهداف مشفى الرحمة في خان شيخون ومشفى سراق في أوقات سابقة. التساؤل، لماذا تقوم الطائرات الروسية باستهداف النقاط الطبية؟ طبعا تريد من هذا الاستهداف هو الضغط على المدنيين المتواجدين في المناطق المعارضة والخارجة عن سيطرة النظام، بالضغط أيضا على الثوار بالانسحاب من مناطقهم، لأن الطيران الروسي عندما يستهدف نقطة طبية فإنه يعمق جراح المصابين جراء عمليات القصف السابقة، إن كان من قبل سلاح الجو السوري أو حتى الروسي. نحن نتحدث عن منطقة عابدين، وهذه المنطقة التي تخدم الآن حقيقة قبل أن تدمر منطقة الحماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. الجميع يعلم أن هناك قصف وحملة همجية تقودها روسيا عبر الجو وقوات النظام وطيرانها أيضا في ريف حماة الشمالي. جل المصابين من المدنيين ينقلون إلى نقطة عابدين، لكن بعد خروج هذه النقطة أصبحوا ينقلون إلى أماكن أكثر بعدا قد توافيهم المنية. إبراهيم شكرا، تسمعني؟ شكرا لك إبراهيم الإدبي المستشار الإعلامي للجيش الحر من الحدود السورية التركية.